فاللي انا عايز اقوله كله من الحلقات دي ان المعايير والجودة هي حاجة بترجعنا تاني لأصولنا اللي احنا اتعلمناها اساسا. هشرح امثلة كتيرة ان شاء الله خلال الحلقات، وزي ما قلت لكم الغرض منها ان احنا ما نضيعش يمكن وقت كتير في ان احنا نقعد نتكلم في نظريات، لكن دي حاجة أساسية. ما ينفعش إن أنا أروح الصبح أقدم خدمة للمريض إلا ما أكون متمرن عليها كويس وأعرفها لدرجة إن هي بقت حاجة من الحاجات اليومية. هقول لكم أمثلة كتيرة جدا، منها مثلا الهاند هايجين أو الغسيل الأيدي. يعني غسيل الأيدي أنت زي ما أنتم شايفين كتير من المؤتمرات وكتير من التقارير اللي بتطلع كل يوم عن أهمية غسيل الأيدي والتقصير اللي بيحصل من بعض الممارسين الصحيين، اللي بيؤدي في الآخر إلى انتشار كتير من الأمراض اللي يمكن في أمراض فيها لسه بيدوروا على علاج ليها بطريقة افكتيف. والعلاج الأمثل أو البريفنشن أو يعني إن احنا نحد منها كان سهل جدا بإن احنا نغسل إيدينا. طيب سؤال، هل غسيل الأيدي أو إن احنا نغسل إيدينا ده كان حاجة المفروض إن احنا نقعد نعلم فيها أو نتعلم فيها في المستشفيات وناخد فيها وقت ويجي لنا الـ Infection Control Practitioner أو الـ Quality Professional ويقول لنا How to wash your hand، أو نجيب حد يبتدي يراقب على الأطباء أو الممرضين عشان نشوف الـ Compliance Rate ونشوف إزاي هنحسنه، ولا هي المفروض تبقى حاجة من حاجات الروتينية اللي احنا بنعملها لحمايتنا، حمايتنا احنا شخصيا، أسرتنا، أو المريض، أو حتى من نقل العدوى على المستوى الأعلى. الشاهد من الموضوع أن أنا تلقيت مكالمة من الإسعاف، لا أتمنى أن حد فيكم يتلقاها، قال لي الحالة ماتت. كلمة الحالة ماتت كانت كلمة صعبة جدا، لأن أنا كان معايا إخواتي في نفس العربية. قلت له أنهي حالة اللي حضرتك بتتكلم عليها؟ قال لي اللي هي والدتك. كلمة ماتت دي كلمة قوية جدا، لأن الشخص اللي أنت كنت يمكن شايفه من شوية فجأة اختفى، واختفى للأبد. يعني ما ينفعش حد يدخل المريض لطبيب صيدلي في صيدلية وهو هي عنده شوية فلو مثلا ويديله antibiotic for a reason or another. أنا برضو هبعد تماما عن الحاجات الأخلاقية اللي هي لكن أنا بتكلم على عدم العلم، يعني إن أنا مش عارف المرض ده شكله إيه، فبناء عليه أنا هديله antibiotic عشان يغطي الموضوع، أو أديله أدوية مضادة للحساسية ومضادة للالتهاب و عشان أغطي بس كل السيمتومز اللي موجودة، رغم إن أنا I didn't diagnose أو ما عملت تشخيص. من المناظر القاسية جدا موضوع الـ IM أو الحقن الانتيبيوتيك اللي بتتاخد على عمال وعلى بطال دي في الصيدليات للأطفال والأدلت من غير كنترول، حاجة يعني تدمي القلب حقيقي. لكن أنا عارف إن في كتير منهم البراكتسز دي عشان يعني ما ألفينا عليها آباءنا أو إحنا يعني شفناها يعني طلعنا عليها، لكن أعتقد في وقت للتغيير ولازم نغير البراكتسز دي، لأن هي مش بتضر المريض. يعني أنت زي ما قلت لك، أنت لازم تكون حاسس إن أنت مش بس المريض ده اللي قدامك، أنت بتضر المجتمع كله، وللأسف الشديد يمكن تضر العالم كله بأسباب ممكن إن إحنا نبعد عنها. The sun is rising and the tide is going out. If I don't throw them back, they'll die. The man laughed to himself and said, But there's too many starfish on this beach. You can't possibly make a difference. After listening politely, the boy bent down, picked up another starfish, and threw it into the ocean. Then turning to the man, he said, I made a difference to that one.